لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو ركزنا في الآية دي كويس هنفهم إننا مش هنول الجنة ورضا ربنا غير لما نطلع لله من الحاجة اللي احنا بنحبها. لا نسترخص ولا ندور على القليل ولا نقول دول فقرة يعني فنجيب بقى حبة فول وطعمية ولا أي حاجة بايتة رغم إنك ما بتاكلش من الأكل البايت ولا بتجيب أرخص الأنواع. بس البر والتقوى درجات ومش هتوصل لأطهر وأقوى مرحلة غير لما تنفق من الحاجة اللي بتحبها وعايزها لنفسك، تهتم بأدق التفاصيل لدرجة الاهتمام بشكل العطية وتغليفها وريحتها ونوعها. يا أخي ده أنت لو رايح تخطب بتجيب أغلى نوع للناس تاكل وشك، ما بالك بقى بأن أنت لما بتجيب حاجة لله أو بتديها الفقير أنت كده بتديها لربنا حرفيا. أنت متخيل المفروض تهتم إزاي؟ متخيل المفروض تجيب إيه؟ متخيل المفروض تهتم إزاي وتجيب أحسن حاجة الحاجة رايحة ربنا؟ يا جماعة عاملوا الناس بالحسنة والفقير مش أقل درجة منك، عنده نفس لسانك اللي بتدوق بيه ونفس العقل والطموح اللي نفسه يبقى أحسن واحد ونفس الحلم والسعي للنور. كل الفرق بس إن ربنا كرمك من فضله لكن هو لسه نصيبه مجاش. ساعدوا الناس ودوروا عليهم بمنكاش في كل مكان وما ترجعوش حد مكسور ولا طالب مساعدة، ادلهم اللي تقدروا عليه وعمر اللي معاكم ما هينقص أبدا، بالعكس ده هيزيد، هيزيد أمان وعمار بيتك وعمار بينك وبالربنا، هيكتب لك في كل خطوة سلامة طول ما انت قادر ومش مضايقها على غيرك. المال من ربنا، رزقه اللي ربنا اختارك بيه، فوسع الناس ربنا هيوسع عليك، واجبر بخاطرهم ربنا هيجبر بخاطرك وهيرزقك من حيث لا تحتسب. وسع دايما في طريق الخير والخير هتلاقيه وسط الناس الطيبين والمحتاجين.